الرقم جميع داخل منطقة العمليات يلعبها قصيرة بطريقة ذكية ناحية حبيب زكريا الراسية في المتابعة. دفاعيا امام فريقنا هو الاحسن في البطوله، هل هو اللاعب طبعا رقم 15 بدران البنجابو؟ ماذا سيفعل؟ هي كره ممتازه يلعبها مع من؟ مع ابو قروه، تعود الكره، هي كره هدف ثالث، عبد المؤمن، عبد المؤمن. كم انت كبير يا عبد المؤمن جابو، ما اجمل هذا الهدف، ما اروع هذا الهدف، عالمي طريقة ميسي. عبد المؤمن جابو رائع وممتاز، ممتاز في هذه الدقيقة وفي هذا الدرس وتلعب الكرة بهذه وفاق سطيف وجها لوجه مرة أخرى أمام شباب بلوزداد في نهائي جديد لسيدة الكأس. نهائي لم يكن سهلا على نسور الهضاب الذين قطعوا طريقا مليئة بالمطبات قبل الوصول إلى بر الأمان في انتظار استكمال الفرحة بالعودة بالكأس التاسعة في تاريخه الحافل بالكؤوس والألقاب. مسيرة بدأت بمواجهتين سهلتين على أبطال الجزائر الذين واجهوا مديوني وهران في الدور 32 وفازوا عليه بأقل مجهود بثنائية دون مقابل. مقابلة الكأس اليوم كانت نقول بلي راك تعرف المعطيات تما مقابلة الكأس على بالك كيف راح تكون سورسو مع ليزيكيب صغار، صحيح بلي احنا خرجنا كنا حققنا نتائج سلبية في لي تروا ماتش هادو، نقول بلي كانت لازم بلي نجيبوا اليوم ان شاء الله ريزولتا ونتكاليفيو باه موا نبريباريو ان شاء الله لو ماتش تاع المقبل ان شاء الله. انا نظن بلي الضغط تاع النتائج طابت تما الاثنين مع بعض، بلي ضغط النتائج ما يخفيكش تلعب في فريق كبير، الناس تحوس على الشامبيون، الانصار يطالبوا في النتائج، سي تو تافي نورمال لا بريسيون اللي داخله توجور هذولا. انا نظن بلي عندنا فرقه، عندنا جروب، ان شاء الله يا ربي تحل العقده ان شاء الله مع الموبر ان شاء الله، وكل شيء ان شاء الله يجي، كل شيء ان شاء الله يجي من بعد. انا بسم الله الرحمن الرحيم، نظن المباراه كانت صعبه سيرتو بريمير ميتون بيسك لا كوب ما فيهاش كبير وصغير، ديما فيها لي سيربريز، مي احنا الشوط الاول ما اديناش المقابله جيده في الشوط الاول، والشوط الثاني تكلم معنا المدرب قالنا لازم تكاليفيو ان شاء الله بيسك لونطون ديما نروحو بعيد، باسكو كان عندي بزاف ليكيب هادي ونعرف واش كاين، ودخلنا دوزيام ميتون وماركينا دو بيت اللي خلاتنا تكاليفينا الدور الجاي. ان شاء الله نبغى نلعب، حنا نلعبوا توجور على المركز الاول، ودكا سا ديبو عن ليزيكيب الاخرين واش يديروا، حنا ما يهمناش، حنا يهمنا نربحوا الماتشات اللي بقاو هادو اللي كامل تاع لالي، ان شاء الله نخلصوا او موا بريمير ولا دوزيام ماكسيموم. فيما سحقوا نادي صطوالي في الدور 16 بخماسية نظيفة في لقاء استعراض العضلات لرفقاء عبد المؤمن جابو الذين صالوا وجالوا وامتعوا الحضور. بلوس انا نقول لك باسكو تكلمنا مع اللاعبين الناجيريين في يعني بور تاكتيكمون ولا اسمو لي جوار، قلنا لهم لعبوا سيريوزمون، لعبوا بلا فالور تاعكم، ما تحقروش لادفيرسير اللي راه صغير باسكو لا كوب توجور فيها دي سيربريز. الحمد لله نشكر اللاعبين يعني على الاداء تاعهم ابري لو دوزيام ولا تروازيام بيت، قلنا لهم ايفيتي لي بلوسير، ايزون ايفيتي لي بلوسير اسمو، لعبوا كره جميله الحمد لله. اون فا باسي ان شاء الله ان سيمان او موا في الراحه ان شاء الله. فوالا ترونكيل بور لي سيبورتور دو سيتي فيها كل هذه اوبجيكتيف ليها، مي لا كوب ما نقدروش نديرها اوبجيكتيف، هي اللي تخير اون فالا جوي سيريوزمون و سا ديبون المكتوب اللي راح مدينا في لا كوب. نتمنى ان الشعب تاعنا يولي ما يكونش غضبان علينا، يجيب قوه باش نتكاليفاو للبروشان تور. مباراتان سهلتان في الدورين الاولين كانتا فاتحه امام الوفاق نحو النهائي.
الوفاق وما إن تأهل إلى الدور ثمن النهائي حتى اصطدم بالعنيد شبيبة الثورة الذي كان أول اختبار حقيقي أمام أشبال خير الدين مضوي في منافسة كأس الجمهورية. كيف لا وأبناء الثورة جروا أبطال الجزائر إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي على نتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة، ليحتكم الفريقان في آخر المطاف إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للوفاق الذي تأهل للدور ربع النهائي. باش نقول لك اول حاجه انا فرحانين بزاف وعانينا بريسيون كبيره، الحمد لله ربحنا الحمد لله، والله ما عنديش نهار الحمد لله وين وفقنا ربي وتاهلنا بصعوبه سي ليسونسيال اللي تكاليفينا ونهديو هذا الفوز للانصار. الحمد لله الحمد لله على التاهل، الحمد لله وان شاء الله نزيدو نخمو ان شاء الله المرحله الذهاب ان شاء الله. والله نقول لك حاجه، تاهل صعب، المقابله كانت سهله في دينا، صعبناها على انفسنا، احنا خشنا شويه شك، خشنا شويه شك، لكن الحمد لله اراده اللاعبين والانصار اللي نشكرهم بالمناسبه وقفوا كرجل واحد مع الفريق هذا، الحمد لله يا ربي. نظن باللي تاهل جاب شق الانفس صعيب، وهذا هذه هي الحلاوه تاعها، ونظن باللي كيعود تاهل كيما هذا يبشر بالخير باللي الفريق راح يروح بعيد ان شاء الله في الكاس. ونهديها بالخصوص للناس اللي كانوا مع الصوا من هنا من الصيف، نهدي لهم هذا الانتصار. نظن باللي مدينه كيما هذه مدينه الشهداء، مدينه 8 ماي ماشي مدينه تاعنا، يعني الناس اللي باش ما نقولوش كلمه عيب، نظن باللي هاو الوفاق تاهل، اللي كنتوا تديوهم للدار يتعشاو زيدوا دوك ديوهم يتعشاو عندكم. C'est vrai que c'est une qualification difficile, mais méritée, vu les efforts les derniers mois. On pouvait tuer le match la première mi-temps, on a atteint 2-3 occasions.
ومن بعد اون دوزيام ميتون ليكيب تاع الصورة اللي تلعب كرة مدافع نقدروا ولاو سير دو كونتر عندهم سير دي زاتاك رابيد دونك ماركونا دو بيت اما امنا في 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 نفوسنا وما فولي با بيسي لي برا الحمد لله اون ايغاليزي من بعد يا ربي 10 مينيت ابري ومن بعد فاسون سي صحيح المباراة تاع كاس امام اتحاد تبسا دونك كانت مباراة تقريبا عادية يعني ما كانش فيها حماس كبير خاصة فوق ارضية الميدان بحكم انه اتحاد تبسا يعني ما كانش عنده القوة او نقدر نقول الطريقة تاعو اللي لعبها ما كانتش يعني ما صعبتش علينا الامور منذ انطلاق المباراة اللي سهلت لنا بعد تسجيل الهدف الاول في الدقائق الاولى المباراة سهلت نوعا ما ولكن الريتم كان نوعا ما ضعيف يعني متوسط في بعض الاحيان من الشوط الاول فلذا احنا اي منافس راح يكون راح نحضروا له كما ينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم اولا الحمد لله على الانتصار وتاهل نصف نهائي كاس الجزائر الحمد لله مباراة دخلناها سيريو كما لي ماتش كل خدمنا على رواحنا في الماتش وحنا اللي سهلنا الماموري على نفوسنا من الاول وين الفريق الخصم احترمناه واعطينا حقه وما حقرناش من بعد نونطامي الشامبيونا كي تلحق لاكوب حنا ما عندنا حتى مشكل الفريق اللي يجي راح نلعبوا معاه عادي جدا ولونطونت موالفه بتنافس على لي تيتر راح تجينا مقابله عاديه ان شاء الله ربي يوفقنا. الا ان المنافسه هذه المره ليس كسابقها مولودية الجزائر تاريخ عريق وباع طويل وقصة عشق مع السيدة الكأس تجعل المولودية أبرز المرشحين للتتويج باللقب حتى قبل انطلاق المنافسة. الرابع والعشرون من الشهر الجاري سهرة رمضانية كانت آخر سهرات الشهر الفضيل لهذا العام ومعها كان لزاما على واحد من الفريقين الوفاق أو المولودية أن يبصم على آخر مبارياته في كأس الجمهورية. انطلق اللقاء بعد ترقب كبير وجدل واسع سبقه بسبب الملعب بعدما أصر مسؤولو المولودية على الاستقبال في ملعب بولوغين رغم صغر حجمه وقلة طاقته الاستيعابية خصوصا وأن الأمر يتعلق بنصف نهائي الكأس ودربي كبير بين فريقين عريقين هدف من هنا وهدف من هناك نرفزة وبطاقات حمراء جدل واسع واستياء كبير من قرارات الحكم كان هذا ملخص اللقاء الذي انتهى بفوز نسور الهضاب بثلاثية مقابل هدفين وتأهلهم للنهائي الحلم فهل سيكتب التاريخ ثنائية جديدة للوفاق أمام شباب بلوزداد أم أن أبناء العقيبة لهم كلام آخر؟ مبروك أولا لفريق وفاق سطيف لهذا التأهل ما كانش سهل خاصة في الظروف اللي حضرنا فيها المباراة ما كانش تحضير تقريبا يعني كنا متخوفين كثير يعني صراحة من هذه المباراة يمكن اليوم شفنا فريق مولودية الجزائر يقدر يرجع في المباراة بعد خروج لاعبين من فريقه كانت لديه العديد من الفرص كان قادر يرجع نظن كان شيء عادي أن يعني المولودية ترجع لأنه فريقنا دخل في السهولة والتعب لأنه ما حضرناش كما ينبغي الحمد لله اليوم رانا في النهائي نحاولوا نحضروا كما ينبغي طلبنا من الاداره انها تهدئ الاوضاع نوعا ما وان شاء الله ونشكر اللاعبين اللي بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى انهم قدروا
أهل فريق وفاق سطيف إلى النهائي. شكرا للجمهور ولو في الظروف الصعبة اللي نعرفوها. واليوم الخاسر الوحيد حسب رأيي أنه الجمهور تاع المولودية، لأنه لو كانت المباراة في 5 جولية كانت تكون فرجة أكثر، حتى 5 جولية ما كانش يكفي اليوم، لأنه الصورة اللي عطاوها أنصار مولودية الجزائر اليوم في المستوى وفي القمة. مبروك لفاق سطيف، وان شاء الله يعني العقوبه ان شاء الله نفرحوا مع مولوديه الجزائر في الكاف ان شاء الله، لان عندهم فريق لا باس به. نظن لو اليوم لعب في 5 جولية مولوديه الجزائر كان يمكن يحقق النتيجه. نخليو نفرحوا معاهم وان شاء الله في النهائي يكون كلام اخر. بحكم المعركه تاعك مع المغرب. ماهيش معركه، احنا كره قدم ما كان لا معركه لا والو، احنا ماناش انا نديرو في الحرب، احنا هذه كره قدم برك، كره قدم فزنا الحمد لله، كيما هما فازوا علينا في 2013. فازوا علينا في البطوله وفي الكاس في ملعب 5 جويلية 3-2. اظن بلي اليوم احنا الحمد لله يا ربي لعبنا، الحظ كان معنا، كان دفعه معنويه لينا. كي قال لك تلعبوا في الملعب هذا كي عطاو 600 تذكره باك الانصار شحنونا بطريقه غير مباشره، يسمى هما اللي خلونا باش المهدو تاعنا يكون اليوم هكذا. كيفاش تشوف مباراه النهائي؟ صعيبه صعيبه، نظن بلي خليونا صافوري لا فيكتوار دو جوردي لا كاليفيكاسيون دومان، وغدا يقول لك لي ناضيو هي قريب ان شاء الله كي غدوه نكون. الحمد لله رانا فرحانين بزاف بالفوز اليوم اللي تحصلنا به على النهائي. نشكر الانصار تاعنا اللي تنقلوا يعني رغم الصعوبات المهمه. مقابله كانت صعيبه ضد فريق يعني كبير ومختص في كاس الجمهوريه. الحمد لله لعبنا يعني باراده قويه خاصه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. الحمد لله ربي وفقنا وتحصلنا على الفوز المباراه اليوم. ان شاء الله نضربوا موعد الانصار تاعنا في النهائي يحضروا بقوه، وان شاء الله نهديوا لهم الكاس كما نقولوا الدوبل ان شاء الله، ونقول لهم صحه عيدكم كاع الشعب الصيفي. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي اليوم كما شفت، قدمنا كلش، يعطيهم صحه للجوار، داروا لي عليهم فتينا، احنا ما نهضروش خويا، احنا فتينا نلعبوا. وتوفيق من عند ربي على كل، احنا خدمنا خدمتنا، توفيق من عند ربي يعطيكم صحة وصحة عيدكم. الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا وكما نقول لك فرحنا كاع الأنصار اللي جاوا معنا اليوم، وإن شاء الله مازال باقينا لافينا إن شاء الله، نزيدو نولو باش نخدمو إن شاء الله، وإن شاء الله ندو الكاس إن شاء الله لما لا تكون التاسعة إن شاء الله لوفاق سطيف إن شاء الله. إن شاء الله. آمين سعيد. الحمد لله والله الحمد لله، الخدمة تاعنا ما راحتش باطل، أحسن من اللي دينا شامبيون، دخلنا لسطيف. دينا لي زونطرينمون وفي راسنا دايرين باش نجلو هنا باش نربحو ان شاء الله. الحمد لله وفقنا ربي وفرحنا الشعب اللي جا معانا الحمد لله، ان شاء الله نزيدو نفرحوهم في الفينال الجاي ان شاء الله. بون الحمد لله نشكر ربي سبحانه على الفوز تاع اليوم، نشكر بزاف اللاعبين، نشكر الطاقم الفني والانصار تاعنا اللي تنقلوا معانا رغم الصعوبات. نظن باللي نستاهلوا يعني التاهل باسكو كشت يعني كنا رجال في التيرا، والحمد لله بينا باللي نستاهلوا الشامبيونا، ولما لا ان شاء الله نزيدوا نجيبوا لاكوب ان شاء الله. بيان سير الحمد لله وفقني ربي، وهذا كامل بالمعاونه تاع اصحابي، نشكرهم بزاف وان شاء الله نعاودوا ان شاء الله في لافينال باسكو مازلنا الاهم ان شاء الله يوم 5 جويلية ان شاء الله. الحمد لله يا ربي نشكروا ربي اللي عاوننا اليوم باغي نفوز بالمباراه هذه، نظن باللي كانت بريسيون كبيره، نظن باللي احنا مولفين لي ماتش هذو. الحمد لله ربي ما خيبناش، نشكروا الانصار تاعنا هذو اللي الانصار اللي عاونونا، وكمان سطيف اللي كامل تمناونا بان نربحوا، نهديو لهم الفوز هذا ونقول لهم صحة عيدكم ان شاء الله، صحة عيد كاع لا فامي تاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، نظن باللي هي فرحة تاع اليوم، فرحة تاع التأهل للنهائي. وسطيف كانت عندها عادات تقاليد فاد المنافسة اللي يحبوها بزاف، يعني الحمد لله اليوم برهنا بزاف الناس اللي كانت تهدر وكانت تدير بلي رحنا بتو بالضحيه. الحمد لله حنا ونا في كونفيونس اونو، عندنا فريق متكامل مالغري لو مونك تاع كلكو جوار، الحمد لله قدرنا نديروا لا ديفيروس اليوم مع فريق محترم، فريق مولودية الجزائر اللي عرفنا كيفاش نسيروا المباراه وما دخلناش في تنرفز، والحمد لله صافي. حسين فيليسيتي كاع اللاعبين اللي قعدوا اللي داروا مجهود جبار، وان شاء الله دوك اون فاسو ريبوزي مع تاع العيد بور بوفوار بيان بريباري لا فينال ان شاء الله. ما كاتب الله يعني كانت لي المناسبه وان لعبت مع شباب لوزاد وديت اللقب، هذا المكتوب ربي راح نلعب كونتر عليهم سيت فاسي ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا نشوفوا وين بالفينال ان شاء الله، كيلو ميرغان ان شاء الله ربي يحفظ الانصار تاع وفاق سطيف بالخصوص، والناس اللي قالت بالنهائي حسن حمار يخلي المقابله يتنازل على المقابله تاع الكاس. انا ما نتنازلش، انا جامي نخلي حق النادي وحده. وحاجه ثانيه
نقول للمسؤول تاع المولوديه، نقول له احنا ماناش بكيين، احنا ما نبكيوش، احنا نبكيو، انا بكينا اليوم، لعبنا لهم في بولوغير غلبنا. Bye.